أهلا بحضراتكم معانا مرة تانية في مساء الخير. فقرات الحوار لهذا اليوم هتكون فقرة اقتصادية عن تداعيات فيروس كورونا على الأسواق والبورصة، وهيكون معانا السيدة رانيا يعقوب خبير أسواق المال، وعندنا فقرة مع دكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدولي بنقابة الصيادلة عن الدواء ما بعد كورونا، عموما الأدوية اللي بتعالج كورونا وأيها الأنسب لينا، وهنبتدي نجرب إيه، والدواء عموما هيكون مستقبله إيه. وهنا برضو كويس إن أنا افتكرت أقول لحضراتكم إنه حتى الحاجات اللي هي مش مستوردة رسمي، وهتندهشوا لما لو قلت لكم بعض أسماء الأدوية، مش هقدر أقول طبعا لأنها دعاية، لكن بعض أدوية مثلا من ضمنها أدوية البرد وغيره وغيره، لما الوزارة شدت حيلها وبقى في رقابة، الدواء اللي كان ب 130 جنيه نزل بقى بأقل من 90 جنيه، يعني حتى دي اللي هي مش مسعرة. ففي كل الأحوال الرقابة مطلوبة. ده عن فقرات الحوار لهذا اليوم. خلينا نبتدي معاكم بالأعداد اللي أظهرتها إحصائيات رسمية، إنه عدينا حاجز 4 مليون مصاب. معرفش راديو مصر كان بيتكلم عن 3 مليون مصاب و 700 ألف لغاية من شوية. الحقيقة ان الموضوع اصبح مربك للغاية، ان انت فعلا على ما تجهز وجيلك الاحصائيات الجديدة 4,072,551 مصاب في العالم، 1,416,000 متعافي، احنا داخلين على 1,500,000، 278,000 يعني عدينا ربع مليون وفاة، 278,672. بالنسبة لمصر الأرقام عندنا على حسب ما أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجمالي المتعافين من الفيروس وصل إلى 2,002، دول اللي خرجوا من المستشفيات بعد ما خرج 57 حالة جديدة. بالنسبة اللي حالتهم تحولت نتائج تحليلهم من إيجابية إلى سلبية، داخلين على 2,500، ده رقم كويس قوي. الأعداد كبيرة، 488 وامبارح 495 و11 حالة وفاة، بحيث انه الرقم الاجمالي بقى 8900 دي يا جماعة 8964، واجمالي الوفيات 514. عايش انا بسأل على الاجمالي. طيب وزيرة الصحة النهاردة كانت في جولة في عدة مستشفيات، وكانت جولة شديدة الأهمية، وأعلنت خبر شديد الأهمية وهو قرب وصول أول دفعة من عقار راميديسيفير الأمريكي لعلاج فيروس كورونا. في الوقت اللي بتتحدث فيه دكتورة هالة زايد عن اتباع أحدث البروتوكولات العلاجية لعلاج المصريين والحقن ب بلازما المتعافين، وده كان موضوع اتكلمنا فيه قبل كده، تحدثت عن راميديسيفير اللي هو العلاج اللي اجازته هيئه الغذاء والدواء الامريكيه الـFDA، واثناء زيارتها المستشفيات صدر وحميات الاسكندريه قالت انه جاري استخدام بلازما المتعافين زي ما قلت لحضراتكم، سيتم الاعلان عن النتائج اولا باول. طبعا في نفس التوقيت اللي بتكلم فيه وزيرة الصحة عن هذا العلاج وهو امريكي، يفاجئنا دونالد ترامب، بس هقول تفاصيل الخبر ده في حينه، لكن مهم ان انا اقول هنا ان هو قال جملة شديدة المفاجأة، انه ستنتهي مشاكل فيروس كورونا دون علاج، وقال ان احنا عدى علينا فيروسات كتير ما شفنا لهاش علاج لكنها اختفت وما ظهرتش مرة تانية، هقوله في حينه الخبر ده. طيب الحكومة تتحدث عن رفع كفاءة وتطوير 35 مستشفى حميات وصدر لتضاف إلى مستشفيات العزل، كما صرح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النهاردة اللي عقد اجتماع لمتابعة أعمال التجهيز والتأهيل لهذه المستشفيات على مستوى الجمهورية علشان تحول لمستشفيات عزل. الاجتماع حضره دكتور خالد عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، سوري عفوا، دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ودكتور هالة زايد وزير الصحة والسكان، دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. معانا على التليفون دكتور محي الدين
سليمان نائب مدير مستشفى حميات العباسية. مساء الخير يا فندم. الو من فضلكم لما تفقدوا الاتصال بقولوا لي قبل ما اقول انه معانا. دكتور مصطفى مدبولي النهارده كمان من ضمن شغله اللي اصبح نشيط جدا في قرب الفتح التدريجي لمؤسسات الدولة، زار محافظة القليوبية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية اللي بيتم تنفيذها حاليا على أرض المحافظة، ومتابعة ما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية بمختلف المواقع في مقدمتها مواقع العمل والإنتاج في إطار التعامل مع تداعيات الأزمة. في مستهل الزيارة اللي كان بيرافق سيادته فيها وزراء الري والتنمية المحلية والإسكان والنقل وطبعا محافظ القليوبية، قام رئيس الوزراء بجولة في مستشفى كفر شكر المركزي. مستشفى كفر شكر المركزي يتم بها أعمال تطوير وصلت نسبتها إلى 98%، المفروض هتتسلم 30/6 بتكلفة تقديرية 212.8 حوالي 213 مليون جنيه، على أن يبدأ التشغيل خلال شهر يوليو المقبل. طيب، كان في جولة تفقدية النهاردة لسيادة الرئيس بعد المشروعات القومية بعد ظهر اليوم السبت. تعالوا نشوف الفيديو الخاص بهذه الجولة ونرجع مع حضراتكم. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لبعض المشروعات القومية بالقاهرة. الجولة شملت منطقة محور الحضارات بمشروع التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية، وكذا شبكة الطرق والكباري لربط تلك المناطق بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة، ومشروعات تطوير محاور شرق القاهرة بكل من مدينة نصر ومصر الجديدة والرحاب. كما التقى السيد الرئيس أثناء التفقد بعدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم أثناء جولة سيادته، حيث حرص على تحياتهم والاستماع إليهم. وقد شدد السيد الرئيس لدى جولته على ضرورة تطبيق إجراءات الوقاية الصحية، ومؤكدا على أهمية استعادة الوجه الحضاري للقاهرة. بيتهيألي كلنا دلوقتي منتظرين نقابل الرئيس في جولة من دول ويسألنا، مش عايز حاجة عشان نقوله على كل اللي احنا عايزينه. طيب، دكتور مصطفى مدبولي ايضا تفقد النهاردة اثناء زيارته لمحافظة القليوبية احد مصانع الملابس الجاهزة تمت اقامته ضمن مشروع وظيفتك جنب بيتك. والحقيقة انه الاهتمام بالمشروعات الصغيرة اللي من هذا النوع، وان يصل الاهتمام لتفقد رئيس مجلس الوزراء، ده شيء رائع جدا، واعلان صريح من الحكومة بانها تشجع المشروعات متناهية ومتوسطة الصغر. وانتوا عارفين ان في اقتصادات عملاقة في العالم زي الصين قامت على تشجيع مثل هذه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. المشروع بيصنع ملابس طبية، اشتغل على الجاون والكمامات، الجاون اللي هو بيلبسه الدكتور او الطقم الطبي وبيتربط من ورا، لمواجهة الطلب المتزايد عليها خلال فترة التعامل مع فيروس كورونا. تمت الإشارة في هذا الصدد لإجمالي ما يتم تصنيعه داخل المصنع، بيصل 2000 قطعة جاون خلال اليوم الواحد إلى جوار الكمامات. طبعا ده رقم كبير، ده يعني مشروعك جنب بيتك، ده مصنعك الكبير جنب بيتك. طيب، تعالوا ناخد تقرير عملته الكاميرات البرنامج مع المواطنين عن شهر رمضان. شهر رمضان يختلف ايه؟ ناقصه ايه؟ استفادنا ايه مختلف؟ تعالوا نشوف كده رأي حضراتكم ونرجع معاكم في مساء الخير.
بسبب فيروس كورونا اكيد رمضان ده مختلف عن السنين اللي فاتت، واكيد في حاجات كتير كنت بتعملها في رمضان قبل كده ما بقتش تعرف تعملها رمضان ده بسبب وجود هذا الفيروس. نزلنا النهارده الشارع عشان نسال الناس عن الحاجات دي ومدى تاثير كورونا علينا. تعالوا نشوف الناس هتقول لنا ايه. ايه الحاجات والعادات اللي انت كنت بتعملها في رمضان قبل كده ما بقتش تعرف تعملها دلوقتي بسبب وجود كورونا؟ طبعا الكورونا، كورونا اللي حصلت دي بوظت التعادات كتير قوي، منها تجمع الناس او اللمه بتاعت الاهل يعني. كل حاجه، الصلاه، العباده باكملها. عايز انزل مثلا اشوف والدتي، اشوف اخواتي، مفيش، مش عارفين نتحرك، ممنوع اصلا احنا نطلع من الشارع، خايفين نطلع للشارع يجي لنا كورونا. بصراحه دلوقتي ظروف كورونا خلتنا ان احنا لازم نلتزم، طبعا ظروف حظر ومفيش تجمعات، وفي حاجات كتيره قوي بطلنا نعملها، يعني العزومات والتجمعات، وان احنا كنا بنقعد على طول بيتنا واصحابنا على القهوه، بنتجمع احنا والعيله في كل وقت، ده يعزم ده، ده يعزم ده، ده يعزم ده، دلوقتي ما بقتش موجوده الحاجات ديت، وبقينا ملتزمين في البيت، يعني ما الواحد ما بينزلش الا للشديد القوي يعني. يعني مثلا الجيم، الخروجات مع اصحابي. رمضان الاول كنا بنحط الطبليه وبنتلم كلنا، مسلم مع مسيحي مع كل الناس، بتحب بعضها وفي وفاء وفي حب. طالما زمن الوفاء انتهى خلاص يا ابني ما تدورش على رمضان. فين رمضان؟ كورونا دي جايه ده وباء، لان ربنا زعلان مننا، زعلان مننا قوي 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 قوي، لان بعدنا كتير. عادت على القهوه، ان انا اتسحر بره، مفيش الامان الموجود، ما كانش فيه الامان ده، كان موجود كنا بننزل ونطلع ومفيش حاجه. لما دلوقتي اي واحد بيفكر ان هو ينزل بيبقى متردد وهو نازل. ايه الرساله اللي تحب توجهها لكل الناس اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي في رمضان؟ ان ربنا يبعد عننا الوباء. والله اقول لهم كل واحد يحافظ على قد ما يقدر عشان نعدي المرحله دي، عشان ربنا يحوش البلد عننا ونعرف نتحرك ونروح ونيجي زي الاول. يعني عندي بعض الملاحظات على الكلام اللي الناس قالوه. اولا في المناطق الشعبية، في مناطق شعبية في قلب القاهرة ولا على بالها انه في حظر ولا كورونا ولا كمامات ولا تباعد اجتماعي. وانا في واحد صديقي قال لي انه كان في عزا في المرج، هو تصور طبعا انه هيروح يقول كلمة ويمشي ومفيش حد قاعد، لقى صوان في سوريا في عزبة النخل جوه بقى في الشوارع، صوان معمول في الشارع. واللي انا بقوله ده طبعا مش بدعة، يعني انتوا عارفين الدنيا عاملة ازاي في شبرا، وعارفين الدنيا عاملة ازاي في كل ما هو شوارع داخلية والحظر في القلب زي ما انتوا عارفين يعني. فدي حاجة. الحاجة التانية اللي عايز برضو ألاحظها على كلام السادة اللي تحدثوا في التقرير، انه هل القهوة جزء من العبادة في شهر رمضان؟ هل الصلاة توقفت بغلق المساجد؟ طب ما حتى الأذان اللي معمول دلوقتي، ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحابكم، يبقى إذن الصلاة ما اتمنعتش، العبادة ما اتمنعتش، عشان الرجل الفاضل اللي قال الصلاة العبادة كلها، وبعد كده دخلنا بقى في القهوة وأفطر برة وأنزل أروح. طب ما تروح في وقت قبل الحظر، الفطار 6:30 والحظر 9، يعني حتى يعني يمكن دي فرصة ان احنا نفصل ما تعودنا عليه اجتماعيا عن العبادة. العبادة ده شيء تاني خالص، ما هو ملوش دعوة بالقهوة وملوش دعوة بتجمعنا وملوش دعوة بإني اتسحر برة. انا مش بقول طبعا ان الحاجات دي وحشة، دي من اجمل ما يميز شعب مصر العظيم. طيب في خبر بقى ليه علاقة بما يميز شعب مصر العظيم ده، ان المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء قال تصريح في برنامج تلفزيوني، انا يعني منتظر ان انا اعرف تفاصيل الموضوع ده، قال انه رئيس الحكومة اعلن ان الدولة هتستمر بنفس القواعد والاجراءات الطبية الاحترازية. ده الكلام ده الاعلان ده كان في اجتماع يوم الخميس، واللي كانت مطبقة خلال الفترة الماضية، يعني الاسبوعين اللي جايين والعيد شغال معانا الحظر من الساعة 9. طيب قبل عيد الفطر سيكون هناك مراجعة موقف، اول يونيو سنبتدئ فترة جديدة وهي التعايش مع كورونا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه سنتعايش مع كورونا؟ واضاف في تصريح اعلامي ان العالم حتى الان غير قادر على الوصول لعلاج
ولا يمكن أن تستمر دول العالم في الإغلاق. الحل الأمثل أن تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا مع اتباع الإجراءات الطبية. والحقيقة أنه أضاف كمان إلى هذا الكلام حديث عن السينما وحديث عن المسرح وحديث عن استادات الكورة إذا لم أكن مخطئا، ولكن عن طريق التباعد الاجتماعي، وإن الكمامات والجوانتيات والحاجات دي في بعض الأماكن وخصوصا المغلقة أو التجمعات الكبيرة هيبقى اللي مش بيطبقها عليه عقوبة غرامة مثلا أو ما شابه. أما فيما يخص السينما والمسرح ومدرجات الكورة والمصايف، أنا مش قادر أتصور أن أول ستة ممكن نفتح الحاجات دي. ممكن أتصور أنها الحكومة كلها تشتغل بالتدريج والحاجات دي تتأخر شوية. دونالد ترامب زي ما قلت لحضراتكم تفصيل بقى ما قلته قبل كده إجمالا، أنه دونالد ترامب قال أنه أنا بأؤكد أن فيروس كورونا هيخلص دون إنتاج لقاح مضاد، أشعر أن الوباء سيختفي من دون تطوير لقاح بعد مدة معينة ولن يعود مجددا، قد يعود للظهور في فصل الخريف أو السنة المقبلة لكنه سينتهي على أي حال. واجهنا من قبل فيروسات وإنفلونزا لم نجد لها لقاحا حتى الآن لكنها لم تظهر من جديد. صحيح أن عدد من مراكز الأبحاث حول العالم أحرز تقدم في تطوير لقاح، لكن توصلنا إليه أم لا فالفيروس سيختفي. معايا على التليفون دكتور أمجد، لا عفوا دكتور حاتم محمد صالح رئيس معمل أبحاث الوراثة بهيئة المصل واللقاح. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. دكتور حاتم، بالأمس دكتور أحمد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح قال إن الأرقام المعلنة من وزارة الصحة بعدد الإصابات مرتفعة، وإن الدولة كانت متوقعة أن يكون هذا الأسبوع أو الأسبوع ده والأسبوع اللي جاي هو ذروة فيروس كورونا بسبب الاستهتار بالإجراءات الاحترازية. أعرف تعليق سيادتك قبل ما أقولك بقية التصريح. نعم أتفق معه في هذا الكلام، لأن حضرتك إحنا يعني للأسف ما عندناش الوعي الصحي التام بخطورة هذا الموضوع. حتى يعني في الشهر الفضيل وكنت بسمع لحضرتك كنت بتتكلم عن العبادات وخلافه، الناس واخدة مظهرية رمضان دون اللجوء إلى أصول العبادة نفسها. وبعدين التكدس الرهيب واللي بنشوفه في الشوارع وبنشوفه في المواصلات وخلافه، ده طبعا ازاي نقدر نحمي انفسنا من هذا المرض اذا كان لا يتبع الاجراءات المبسطة ابسطها، يعني الابتعاد بمسافة مترين عن الاخرين، لبس الكمامة، اتباع الجوانتيات الطبية، لكن للأسف ما فيش وعي صحي. طب دكتور حاتم، يعني توقعات حضرتك لما يحدث في الاسبوعين القادمين والتكالب على شراء حاجيات عيد الفطر وبتبقى شوارع ضيقه كده وفيها الاف من البشر؟ يعني ابسط حاجه حضرتك لو شفت مثلا ميدان العتبة، انا لما شفت الصور اللي فيه ما صدقتش ان ده في وقت حظر، ووقت كأن الناس مش مدركه لخطوره هذا الفيروس وماذا يسببه من يعني مصاعب مش ممكن نقدر عليها. الحل الوحيد هو الحظر الصحي والبعد عن اماكن التكدسات، لكن هيستمر، مش هنقدر نغير، لان دي ثقافه شعب مش هنقدر نغيرها، فهيزداد العدد. انا واثق من هذا. طب في ظل، اسمح لي يا دكتور حاتم، في ظل ما تحدث به المتحدث باسم رئيس الوزراء مستشار نادر سعد عن انه يعني الحكومه عملت كل اللي عليها ومن اول سته هنتعايش مع كورونا، يعني انا عايز برضو لو حضرتك تساعدني في محاولة تحليل أو فهم هذا الأمر. وكان الحديث فيه كلام عن السينما والمسرح ومدرجات الكورة، يعني هل إحنا نحتمل إن كل ده يتفتح مرة واحدة ونلاقي نفسنا قدام شواطئ مكدسة وملاعب كورة ولا قدر الله بقى ننتقل لمراحل خطيرة لو ربنا ما رحمناش؟ هو حضرتك يعني أنا مش عارف أتكلم أقول إيه في موقف زي كده، لأن الحكومة فعلا هي حطت القواعد والاستراتيجيات اللي نمشي عليها، وحتى في العماله قالت هنبقى كذا، لكن احنا اقتصادنا مش اقتصاد دوله قويه يتحمل هذه الفتره الطويله طبعا. لكن هنا العبء على الاسره، على المواطن نفسه، على ثقافته، على وعيه. احنا بيقولوا ان احنا راهننا على وعي المواطن المصري وخزننا نتيجه التكدسات اللي حضرتك بتشوفها، ونتيجه برضه الحاله الاقتصاديه.
لكن انا بقول لما تفتح الملاعب وتفتح الشواطئ فين دور الاب والام والاسره في منع اولادهم من ان هم يروحوا؟ ده ابدا بنفسك، حصن نفسك، هو ده الحل الوحيد امامك. صحيح. لان احنا كده هنعيش مناعه القطيع، يعني اللي هي بتطبقها الدول اللي هي السويد. مش قادره دي دوله السويد تقول ليه بقى؟ ليه السويد طبقتها؟ لان المستوى الصحي العالي المستشفياتها والاداره الصحيه وخلافه والامكانيات المهوله، تعرف ان شعب السويد كله 4 مليون يعني، وكمان اضافه لمستوى الوعي بتاع المواطن وهو اصلا حواليه فراغ من كل ناحيه في اي حته بيروحها عشان العدد قليل والدوله كبيره يعني. وبعدين حضرتك انا عشت فتره طويله يعني الحمد لله في منح دراسيه وبعثات، كنت بشوف اوروبا وفي امريكا وفي حتى في كوريا والصين، كنا بنشوف المواصلات بتاعتهم عامله ازاي. المواصلات والله تغنيك عن قياده على عربيه ليموزين طبعا، من كتر النظافه والحاجه الصحيه والمسافات. ده انا يعني صعقت لما شفت مثلا دوله زي المجر مواصلاتها اللي هي من الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي بتشغل على اعلى كفاءه ومفيش تكدس تماما. طيب. يعني في وعي كبير جدا للمواطن. طيب فبالتالي من حقهم يطبقوا هذه الثقافه. احنا هنستاذن حضرتك بقى ان شاء الله يبقى في لقاء نتكلم عن تفاصيل كتير، لانه كمان موضوع ان ترامب قال هيمشي من غير دواء ده موضوع برضه محتاج لدراسه يعني. فمن هنا من يعني هنا الايام القادمه يكون ظهر الجديد. وتنورنا دكتور حاتم محمد صالح رئيس معمل ابحاث الوراثه بهيئه المصل واللقاح، بشكر سيادتك على وجودك معانا. طيب تعالوا نروح لوزاره الداخليه اللي بترصد بؤر اجراميه شديده الخطوره. تعالوا نشوف الفيديو ده علشان برضو نتاكد ان كل الوزارات شغاله بطاقه كبيره، وخصوصا رصد الجريمه والقبض عليها لانهائها، لانه طبعا ما بتصدق الجريمه تتسلل اثناء ما البلد مشغوله بحاجه تانية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها. وعلى مدار اسبوع نجحت اجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الامنية. ففي اطار تنفيذ اجراءات الخطة الشاملة التي اعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت اجهزة وزارة الداخلية خلال اسبوع 6377 قضية تموينية متنوعة، وضبط 16 قضية مقاهي مخالفة، وغلق 5 اماكن لممارسة الانشطة التعليمية، وغلق 1709 محل مخالف لقرار الغلق. وفي مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط عدد 23647 شخص، وعدد 6835 سيارة، وعدد 383 دراجة نارية، وعدد 661 مركبة توك توك. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية في أسبوع عن ضبط 7639 قضية تموينية متنوعة بمضبوطات بلغت 10329 اسطوانة بوتاجاز، وتقدر قيمة الغاز المدعم 1,394,415 جنيه، وضبط 253,896 لتر مواد بترولية لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط قرابة 1005 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وسلع تموينية مدعمة لبيعها في السوق السوداء. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 175,231 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 23,921 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و30 مخالفة قيادة تحت تأثير المخدر. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية 72,638 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت أكثر من
37,736,000 جنيه. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، ضبطت أجهزة الوزارة خلال أسبوع 1216 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة، بلغ حجم التعاملات فيها أكثر من 1,249,000,000 جنيه، واخترت مصلحة الضرائب لفحصها. جهود تتواصل ونجاحات لأجهزة وزارة الداخلية في فرض الأمن وكشف غموض الجرائم وضبط مرتكبيها لحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. محاضر الإغلاق اللي كنا بنشوفها دلوقتي فكرتني بالشاب الجميل اللي كان راكب توك توك وبيقول الجيم، بيقول له إيه اللي في رمضان المرة دي ما عملتوش، فقال له الجيم. يعني برضو من ضمن الحاجات اللي كنا بنتكلم عنها، افصلوا ما بين العادات الاجتماعية وما بين العبادة. طيب خلونا نتكلم عن أهم وأكبر صفقة جرارات في تاريخ السكك الحديدية المصرية، شراء 110 جرار متعاقد عليها لتصنيعها وتوريدها مع شركة جنرال إلكتريك، ووصولها وصول أجزاء منها لميناء الإسكندرية، إعادة تأهيل 81 جرار، إجراء صيانة وتوريد قطع غيار ل 15 سنة تشمل الدعم الفني. الصفقة كلها بتتكلف حوالي 602 مليون دولار. طيب خلينا ناخد سيادة اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل بمجلس النواب. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. هو بس انا اوضح ساعتك، بس انا سبت لجنة النقل حاليا، يعني عضو في مجلس لجنة النقل، لان انا دلوقتي زميل تاني ماسك لجنة النقل حاليا، فانا مش رئيس لجنة، انا عضو لجنة. اهلا بسيادتك فندم. سيادة اللواء، يعني احنا لطالما تحدثنا عن مشاكل السكك الحديدية قبل حتى ما تودي بحياة المصريين بنسب كبيرة، كنا نتحدث عن النظافة ونتحدث عن الشيء الغير آدمي في خدمة المواطن، تذاكر الدرجة الثالثة، شبابيك مكسرة، كراسي مكسرة، ناس بتقعد على الأرفف اللي مخصصة للشنط، وحاجة كانت مؤلمة، وناس كانت بتقعد فوق جرارات القطر. فظهرت مع الكوارث والحوادث أهمية التجديد، وتقال إنها بتخسر القصص دي كلها، واحنا لدينا شركة من اقدم واعرق السكك الحديدية في العالم. كلمني عن الصفقة الجديدة للجرارات وهتقدم خدمة شكلها ايه للمواطن. هو يعني لازم نعرف كلنا ان احنا يمكن بداية عهد السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقريبا كان ما كانش عندنا سكك حديد. يعني لازم نعرف كلنا يمكن بعد الثورة والايام الثورة والدنيا بعد الثورة، ويمكن قبل الثوره برضو، لكن ما كناش حاسين قوي بالموضوع ده، لكن احنا حسينا تماما في عصر الرئيس ان احنا عندنا حاجه يمكن جزء، يعني انا بعتبرها اهرامات مصر. طبعا سكه حديد، اهرامات مصر، سكه حديد، يمكن احنا ثالث دوله تقريبا على مستوى العالم طبعا. ده يعني يدينا تاريخ غير عادي بالنسبه للسكه الحديد. اذا كانت وقت من انا بطرح فلازم نقوم بيها، ولازم نرجع تاني لحالتنا الاولانيه. السكه الحديد مش قطارات وعربيات فقط، السكه الحديد هي سكه حديد كهربت البنيه الاساسيه كامله. طبعا البنيه الاساسيه كامله، لو جبت قطر وماليش بنيه اساسيه، لو جبت قاطرات او عربيات جديده وملهاش بنيه اساسيه مظبوطه، يبقى اذا هنرجع تاني في دوامه الحوادث العشوائيه اللي احنا كنا فيها قبل كده. ولذلك الدوله ماشيه في اتجاهين، الاتجاه الاولاني مش في السكه الحديد، اللي هو البنيه الاساسيه اللي هي كهرباء السكه الحديد، عشان خاطر يبقى النظام كله آلي. يبقى التحكم، مزلقانات والاشارات وما الى ذلك، كله وتطوير القضبان كمان شغالين فيها كويس. فهو كهرباء السكه الحديد ده جزء اساسي قبل القطارات، قبل القطارات وقبل القطارات. ايوه السكه الدوله ماشيه في هذا السياق، وماشيه كويس جدا في الكهرباء، مزيفاتها كبيره، ويمكن قريب، يعني بس عشان نقول قريب، لان احنا عندنا سكه حديد بتاخد من اول يمكن مطروح، مش اسكندريه، مطروح لغايه
أسوان، ودي مساحة كبيرة جدا من وبرضه فيها تراث عرابي أو داخلي زي قطر أبو قير في اسكندرية وخلافه. أيه. كل قطر المناشي والحاجات دي كل مساحات كبيرة مش هتخلص في يوم وليلة، لكن كان لازم نمشي باتجاه الأولاني زي ما قلت ساعة كهرباء الحديد والبنية الأساسية، ثانيا القطرات. واحنا يمكن في الفترة اللي فاتت ما كانش عندنا يمكن انا بشكر القائمين على سكة الحديد في الفترة اللي فاتت بان احنا شدينا عليهم قوي، وكنا يعني يمكن بنهاجمهم كتير، لكن انا هم كانوا بيشتغلوا بحاجة مش مفروض تمشي. يعني قطرات فيش قطع غيار بتمشي، انا ركبت القاطرة اكتر مرة حقيقي، يعني كان الله فوق السواء اللي راكب. بشكرك سيادة اللواء، بشكرك جدا سيادة اللواء سعيد طعيمة عضو لجنة النقل بمجلس النواب. الحقيقة كان في كلام كتير مهم عن البضائع، لان احنا بدأنا من 3 سنين نتكلم عن خطوط نقل البضائع اللي توقفت وقد ايه ممكن تدر على مصر مليارات، كنت عايز اعرف برضو وصلت لفين، لكن يعني هنرجئ ده لفتح الموضوع ب تفاصيله اكتر بقى علشان نتكلم على كل حاجه والخدمات اللي بتقدم للمواطن وزياده سعر التذاكر اذا كانت هتزيد ولا لا، يعني عايزين الموضوع ده نتكلم فيه من اكتر من اتجاه. طيب النهارده وزاره التربيه والتعليم هتبتدي استلام المشاريع البحثيه لطلاب النقل ورقيا والكترونيا لغايه 16 مايو. متاح قيام الطلاب انها تقدم مشاريعهم يا اما بالورقه تقدمها في المدرسه او الكترونيا على منصة ادمودو. الوزارة حددت جدول زمني لتسليم الابحاث على حسب الصفوف الدراسية، كل سنة دراسية من سنوات النقل ليها يعني وقت معين. بس طبعا يعني اليوم الواحد ده انا اشك ان ده ممكن يكون كافي يعني. طب احنا معانا الاستاذ محمد عبد التواب مدير عام الاداره العامه للتعليم العام والتجريبي بالقاهره. مساء الخير يا استاذ محمد. اهلا مساء الخير يا فندم، واهلا وسهلا بسيادتك وبالساده المشاهدين. استاذ محمد، يعني انا شايف قدامي في جدول، وامبارح جالي تليفون من احد المواطنين الافاضل من الصعيد عنده اطفال في ابتدائي. الناس بعيد كده في الصعيد مش فاهمين كتير من اللي احنا بنتكلم فيه، فهل وجود يوم لتسليم كل ابحاث رابعه ابتدائي كل ابحاث اولى اعدادي هل ده كافي؟ لا يا فندم، هو الجدول مش يوم واحد، الجدول فيه يوم ويوم تاني للمتخلف في سنه رابعه. أيوة. يوم تالت ليه، يعني الجدول لكل صف فيه 3 ايام علشان نبدا نشيل حده الناس والكثافات اللي تبقى موجوده، فالجدول فيه راحه كثيره جدا جدا، وكان فيه صور بعتناها لحضراتكم بالنسبه لينا هنا في يا فندم بنعرضها اثناء ما حضرتك بتكلمنا. تمام، اشكرك على ان الصور دي حصريه لينا. تمام يا فندم. الجدول يعني معالي وزير التربيه والتعليم تحدث كثير عن هذا الموضوع، لدرجه ان يعني كلما تجد وزير بيتكلم ليل نهار مع اولياء الامور هنعمل كذا وكذا، ويبدا هو يعمل قدامهم برفع المشاريع بنفسه ويتكلم في الموضوع ده بنفسه، فدي كانت حاجه جميله جدا جدا بتدل على ان الناس كلها في شفافيه لنقل الخبر بالنسبه ليهم، واننا ناخد الموضوع وناخد المعلومة من مصدرها زي وزارة التربية والتعليم عشان نبعد عن الإشاعات المغلوطة وما إلى ذلك. طب هل من فضلك أستاذ محمد، هل الجدول اللي هو بتاع أيام استلام الأبحاث موجود في المدارس، موجود في الجرايد، موجود في التلفزيون؟ يعني الناس اللي في الأماكن النائية كيف تطمئن على أن المدة لم تنتهي لتسليم أبحاث أولادها؟ الجدول يا فندم بعد ان تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي على جريدة الاهرام الجمهورية تم ارساله بالفاكسات وبالتواصل الاجتماعي لمدراء المديريات، والجدول حاليا دلوقتي معلن في كل المدارس اللي موجودة سواء كانت في النجوع او كانت في الحضر وما الى ذلك. دلوقتي الجدول هيبقى مرتاح جدا جدا ان الولد اللي هو كان المفروض يسلم النهاردة سنة تالتة ابتدائي او اولى اعدادي وما راحش يسلم له يوم تاني ممكن يروح. ايوه، المتخلفين ليهم يوم تاني بالظبط، وفي يوم اخير للمتخلفين كلهم، علما بان عمليه ان هو يروح دي حاجه يعني عرضيه، المفروض ان الولد
بيدخل من خلال المنصة اللي موجودة، والمنصة دي جميلة جدا جدا، هي ملحمة التطوير زي ما قال معالي رئيس الجمهورية، فخامة رئيس الجمهورية ومعالي الوزير. اسمح لي أستاذ محمد أسأل حضرتك سؤال أخير، عن هل توجد شروط لقبول البحث، أو هل يتبص عليه أو يناقش وبعدين مثلا يتقال له صلح دي جود دي، ولا الموضوع خلاص بيتقبل كل بحث مقدم من الطالب يقبل؟ هو كل بحث مقدم حتى لو كان بالقلم الرصاص، كل ورقة بتدل على فكر الطالب بيقبل، وعندنا في القاهرة بنقبلها، سواء كان قدر ان هو يرفعها PDF عن طريق المنصة او ان هو يقدمها في المدرسة، اي ورقة بتدل على ان الطالب اجتهد هتتقبل بالنسبة. طب عندي يا استاذ محمد معلش سؤال يعني بايخ شوية، كيف يطمئن المدرس ان هذا البحث قام بعمله الطالب بنفسه مش مدرس المادة او حد اكبر في السن؟ ما ده دورنا احنا كوسائل اعلام، وسائل اعلام واولياء امور، ان الموضوع ان لازم يبقى فيه ثقه، لازم ادي لابني ثقه انه يعتمد على نفسه، وبالتالي لما جاء معالي الوزير وقال اشتغلوا من المنصات وابداوا الامتحانات يبقى في البيوت ويبقى فيه ثقه بالنسبه للولد، انا عايز اعلمه قيم ومبادئ كثيره هتساعده في مجال التعليم، فانا لما اعلم ابني واقول له لا انت اعمل انت البحث، ده اختبار برضه لولي الامر، يقعد ابني يقول له اعمل البحث والبحث هيتقبل منك مهما كان مستوى البحث، يبقى ده هنا غرزنا في الطالب القيم والمبادئ الموجوده. بشكر حضرتك استاذ محمد عبد التواب مدير عام الاداره العامه للتعليم العام والتجريبي بالقاهره، والحقيقه اجابه سيادتك عجبتني جدا، لانك تعول معنا على المستقبل، مش تعول على انه يتقال له لا انت غاشش، معلومات دي مش في سنك، دماغك ما تجيبش التفكير بالطريقه ديت، وايا كان الغش، الغشاش بيفشل ولو بعد حين. تمام؟ طيب تعالوا نروح لخبر عن القومي للمرأة، لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة برئاسة دكتور سوزان قليني عضو المجلس وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلنت عن المؤشرات الأولية للأعمال الإعلامية المقدمة خلال النص الأول من شهر رمضان 2020، والتي قامت بها المجهودات دي قامت بها لجنة الرصد الاعلامي المنبثقة من لجنة الاعلام بالمجلس. طيب الصحة العالمية عن طريق الـ WHO منظمة الصحة العالمية ذكرت ان فيروس كورونا اللي اصاب هذا العدد انتقل عن طريق الخفافيش ويمكن ان ينتشر بين القطط. خبير الامراض الحيوانية اللي بتنتقل للانسان بيتر باين امبرك في مؤتمر صحفي نقلته وكالة بلومبرج الإخبارية قال كورونا يأتي من مجموعة من الفيروسات اللي ولدت وانتشرت داخل الخفافيش، لكن مش من الواضح انه انهي حيوان هو اللي نقل الوباء المستجد، وقال انه وصل للإنسان على الأرجح عن طريق الاتصال بالحيوانات اللي تم تربيتها بغرض استخدامها في وجبات الطعام. يعني ايه حيوانات؟ قطط مثلا ولا ايه؟ الخفافيش دي حيوانات؟ على الرغم ان العلماء لم يحددوا ذلك حتى الان. طيب انا اعتقد ان احنا ممكن نكتفي بكده ونروح لفقرات الحوار لهذا اليوم من مساء الخير بعد الفاصل.